السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزردين وجهتكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فيفا 22. بدون ما نطول أكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا. أوكي، تشكيلة عادية بس هجوم وصاروخ. الله يستر. بنسى وقت الصوت لما روح يا زياش. يا عمري شت فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة، حرام ايش فيها؟ ايش التمرير؟ روح يلا يعطيك العافية. نايس. تصدي خيالي من حارس خيالي. ركنية إلى داخل المنطقة. اوكي. نبيل فقير. شت. اوكي نايس. اوكي وضع الهسة كويس بس بدنا جول. اوكي كان كرة بتخوف والله، بس مندي موجود يا كبير. يسترد الكرة في منطقته. لا لا غلط مررت. انطلاقة أمامية من روفرز. لا لا شت فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. فيها أصفر، هاي فيها أصفر يا حرام. بالغلط والله عملت تكل. شت يدخل إلى عمق الملعب. اوكي لمين؟ قصدي لفاردي والله. تروح استعاد الكرة بشكل سليم. حرام يا زلمة الله، والله هجمة تكملت هجمة كملها. مرة ليش بتأخر بالتمرير؟ اوكي ولك لازم يرجع الخطأ. فيها شي شي اصلا. او شت. اوكي والله كان جبنا العيد. تعال قربوا. يا عمري ليتس جو. والله شلو الوحش. هاي القوال فيها ان شاء الله فوز يا رب. اوكي او شيت. يا عمري بعدها سكو. يا حرام. اوه هيل نو. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. احسن فقد وجهه. فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة. ولا فرصة لكرة مرتدة. جيمي باردي. شوي التمريرة، شوي التمريرة حرام. والله حرام كان فيها انفراد. روبرتس يبحث عن طريق المرمى. اوه شت. اوه شت. يما يحظي. يما يحظي. إلى الأمام. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. فرصة سهلة بتضيع. الوضع بخوف، لازم نجيب جول. والله قصدي ورا هنسون. اوكي. إذا ضلينا على هاي الحالة راح نخسر احنا. الله يستر. حلوة الكرة. يلا باردي. ايش هيك يا باردي؟ شوف التسديده اللي كانت بعيده. يا رب نفوز. حرام هذه اللقطه راحت بعيد عن المرمى. ضغط متقدم على الخصم. هيها حرام يا ريفا. والله حرام. روح.
حرام في مربع العمليات، اكفى. وهذه هي الصفحة اه التي حرام تحررت والله حرام. الشعب. اوكي يا اخي، اغلب لاعبين فيفا بيعتمدوا على الهجوم السريع، مع انه بقول انها عندهم بيض، بس بيعتمدوا على الهجوم السريع. والمشجع فين على متابعة مباراة اليوم؟ محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات يا عمر يا سون. لدينا مباراة مرتقبة في إطار منافسات ديفيجن رايفلز. يا رب اوه روعة وتألق، ما سريعة وتصدي على الطاير، وتبعد الخطورة. سون هيونغ يا رب اوه يتابعها يا كاملة، حرام. هذا ركلية إلى روديغار. داخل المنطقة. عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء. كيف استلمها هيك ورجعها؟ مش فاهم انا. تذهب إلى ليفا. الله على هذا التصدي. كمان حرام، هاي الجزء الفرص اللي الكامل بتضيع. تمكن من منع الكرة. تصدي ولا أروع. الجماهير تشعل الأجواء في المدرج. الكرة بتروح بعيد جدا شت. هنا. او نو، جابيل جيسوس. حارس المرمى والله ما قام احلاه هو جايبها من اول بالتصدي. الهجمة. تصدى لهذه الكرة. ركنية تتنفذ والحارس بكل شجاعة. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. يوكسون تصدي حرام. للأروع في هذه اللحظة. مجهود كبير في الارتماء. شجاعة كبيرة من الدفاع. يا عم يتخطى مين الكرة. حارسه هذا؟ الله على هاندانوفيتش. شوف التصدي في هاندانوفيتش. هذه اوكي اللحظة. شكرا. يستخلص الكرة شو الآن. تسوي لي تدخل ذا؟ قوي لكن بدون أخطاء. جيمي باردي. روح فرصة خطيرة هنا. هاي لك. يا الله على هذه اللقطة. أي مش مهارة طبيعي كمية الكرة. الفرص اللي ضاعت. لو سجل هذا الهدف. مش لابد كم باردي وفرصة مش خطيرة. طبيعي والله، والله مش طبيعي. مليون الهدف تسديدة يا اخوان، على ايش فيه؟ الكلام. يجب أن يكون التحليق وإلا فلا. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. رج رمية تماس. عرضية في وسط البوك. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. ليتس جو، والهدف يأتي. وأخيرا الضغط مستمر. كفو الانتصار على هافرتس. الهجوم. أخي حوزتهم والاحتفاظ بالكرة في وسط ملعبهم يخدم مصالحهم بكل تأكيد. جيمي أنت باردي. لها. كرة في المرمى. الله على أوكي الهدف. نايس نايس، 2-0. ايوه اه زياش. عرضية داخل البوكس. يفشل في ابعاد يا الكرة. عمري. ليتس جو. ايه خلاص، ان شاء الله ان شاء الله ضمننا الفوز. تعكس لوحة النتائج. ليفاندوس بيمر فيها بعدي. يلا يا ليفا، 4-4-4. اطلع اطلع من الجيم، اطلع اطلع خلاص. من بداية مبين فيها فوز، حرام يعني يا عمري. لا شو التمريرة، حرام. لا اعتقد بان هناك من كان يتوقع بان ينتهي شوط المباراة الاول بهذه النتيجة. اوكي نايس، 4-0 بشوط واحد. ضغط عالي جدا في الامام. حكيم زياش. هاي ايش هاي؟ في ايش معلق انا عندي؟ ما في ايش ليفاندوفسكي. معلق عندي. اطلع برا، في ايش معلق عندي انا؟ شوف كيف خلص الكرة. وين عندي الايد كيف تكون المعلقة؟ مرتدة الآن. تلعب الكرة خطيرة من جانب السون. لا ايش ركنية بتسوي؟ تصل تشكل خطورة لك. هذه شت كرة هدف الآن. كلين شت. لا ما راحش كلين شت. احتكاك الكرة السابقة. هافرت ينطلق بالكرة الخطيرة. يا عمري، خمسية تحليل الكرة. خماسية تسلل جميلة. المرمى. هدف في مرمى. لكن في الثانية تأتي الصافرة. ضاعت الكرة. اعطاني اياها، كان راح ارفض هيك جيمي هدية. باردي. هذه فرصة هدف. يا عمري يا هزياش، راح يطلع من الجيم. يكمله. اوكي طلع، توقعت والله.
يلا بنحسب فوز.